السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادنا حبايبنا الصف الثاني الابتدائي، النهاردة هنشرح درس 81 وهو عن التقدير. التقدير ده عبارة عن رياضة ذهنية بنستخدمها للمساعدة في إيجاد القيمة القريبة بما يكفي من القيمة الحقيقية. ما بنحصلش على إجابة دقيقة ولكنها أقرب للإيه؟ للإجابة الحقيقية. النهاردة إزاي هنشرح إزاي كيفية تقدير نواتج الجمع والطرح، وذلك من خلال أول رقم من اليسار. ليه؟ لأن إحنا بنبص للقيمة المكانية الإيه؟ الأكبر، وده أحد الرياضات الذهنية اللي بتساعدني على تقدير نواتج الجمع والطرح. فمثلا تعالوا كده نبص في مثال عندي 27 زائد 37، ازاي اقدر ناتج الطرح دوت؟ انا بنظر الى الرقم مثلا 27، اول رقم من اليسار هو 2. 2 في العشرات بكام؟ ب20. 2 في العشرات بكام؟ ب20. طب لما نيجي نبص للرقم الثاني 37، اول رقم من اليسار ايه؟ 3. 3 في العشرات بكام؟ ب30. يبقى احنا هنا بنبص لأول رقم من اليسار، طلع هنا عندي عشرات وهنا عشرات، هنجمع العشرين مع التلاتين، صفر وصفر هو الصفر، اتنين وتلاتة خمس. يبقى كده احنا قدرنا ناتج جمع 27 زائد 37 بكام؟ ب50. طب افرض الرقم مثلا بيتكون من أحاد وعشرات ومئات، هنعمل ايه هنا بقى؟ هنا بيقول لي هيتم التقدير برضو من خلال النظر إلى آخر رقم من اليسار. طب آخر رقم من اليسار في مسألة 234 هو إيه؟ هو 2. 2 في خانة إيه؟ في خانة المئات. طب خانة المئات لما يكون فيها 2 تبقى قيمتها كام؟ 200. قيمتها كام؟ 200. تمام. طب الرقم الثاني 140. 140 الرقم الأول من ناحية اليسار إيه؟ 1. 1 في خانة المئات بكام؟ ب100. طب هنجمع المئتان زائد المئة، يبقى عندي تطلع 300. تطلع ايه؟ 300. يبقى الناتج قدرنا الناتج دوت بكام؟ ب300. يبقى الشغل هنا في التقدير على الخانة الأخيرة سواء كانت عشرات أو مئات. طب لما يكون في طرح أو فرق بنعمل ايه؟ بنفس الطريقة بنبص لأول رقم من ناحية اليسار، لما تكون أحاد وعشرات بنقول هنا 45، 45 مالها؟ العشرات فيها 4، أو الرقم من أول رقم من اليسار 4، في الحالة دي هتبقى 40. طب الرقم التاني 26، 26 ديت أول رقم من اليسار فين؟ الاتنين، يبقى هنا إيه؟ 20. هنا بقى هنطرح 0 ناقص 0 هيبقى هو الصفر، 4 ناقص 2 هي 2. تمام كده. طيب افرض عندي برضو احاد وعشرات ومئات، نفس اللي عملناه في الجمع هنعمله فين؟ في الطرح. لما يقول لي 634 ناقص 125، هنلاقي ان 634 لو نظرنا لاول خانة في اليسار هنلاقيها 6. 6 في المئات بكام؟ 600. طب ناقص 125 هنلاقي ان اول رقم من ناحية اليسار 1. 1 في المئات بكام؟ ب100. هنطرح 600 ناقص 100 هتبقى 500. يبقى الناتج تقديريا ايه؟ 500. بكده هنكون شرحنا استراتيجية التقدير في ايجاد ناتج الجمع والطرح تقديريا، وده بالنظر الى اول رقم من اليسار. عشان تتأكد من فهمك هنقوم بحل التدريب التالي اللي هو ده. عندك مجموعة من الأرقام أهي، مسائل هنجمع رقمين وهنطرح رقمين وهنطرح ثلاث أرقام وهنجمع بثلاث أرقام. ياريت نحل التدريب ده في البيت وندرب نفسنا عليه، واللي عنده أي سؤال يبعت لنا. إن شاء الله المرة الجاية نلتقي في الدرس 82 و83 نشرح فيه استراتيجية تانية وهي التقريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.